إنما تعرض له سيادة أخينا المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنة الاحتلال والولاة في القرون السابقة. نطالب أيضاً مدعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته. يعني نحن عم نعرفه بانه جرم المطران انه عم ينقل ادويه وعم ينقل اموال من هذه العائلات اللي موجوده باسرائيل لعائلات لبنان. يوم توقيف مطران 8 ساعات هيدي رسالة لبكركي انه نحن اليوم إن عم نطوقكم. قد ما تعوهروا وقد ما تفوجروا وقد ما تصرخوا سيبقى هؤلاء عملاء، ونقل اموال منهم الى اهاليهم في لبنان هو عمل يخالف القانون اللبناني. Thank you.